السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم 7 على 7. طبعا في يوم جديد وفي مساء جديد ارحب زميلتي مروة، يا مساء النور والسرور عليك. يسعد مساك يا عبد العزيز ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. اكيد بنتم وياكم لين الساعة 8:30 ان شاء الله بمواضيع متنوعة ومتعددة ان شاء الله تعجبكم في حلقة اليوم. عبد العزيز، تحس بالمسؤولية؟ شوفي المسؤولية طبعا الشخص اللي ما تكون عنده مسؤولية يعتبر شخص ما له قيمة، أو ما تكون له قيمة اجتماعية ولا تكون عنده قيمة عند ربعه ولا الناس تقدره، فيكون شخص مهزوز. صحيح، يعني المفروض الناس تقول العكس، اللي عنده مسؤولية المفروض يكون إنسان مهزوز. لا، اللي ما عنده مسؤولية تحسين إنسان مهزوز، لأنه ما عاش على المسؤولية، ما عاش ياخذ هم شيء ويمسك فعلا الشيء. والمسؤولية أيضا أول طريق للنجاح، لأن عادة يوم نقول أن شخص وصل للمركز الأول أو نجح في عمله أو نجح في أي شيء في حياته نقول أن حافظ على نجاحه لأن حس بمسؤولية النجاح فحافظ على المركز الأول. حتى تدرين يا مروة مشاهدين الكرام، أنا من المدرسة فكنا نشوف ان يعلمونا ان نحن نتحمل المسؤوليه شوي شوي، حتى في الحياه الاجتماعيه عند ابهاتنا الله يحفظهم وامهاتنا. صحيح. قاموا شو يسوون؟ قاموا يعطونا المسؤوليه شوي شوي لين كبرنا، فتشوفين الانسان فعلا قادر يواجه المشاكل. في ناس او في بعض العينات في المجتمع ما تعودوا انهم ياخذون المسؤوليه. فعلا. مع اول مشكله لو هي صغيره هم كبار فجاه تحصلينهم مو بقادرين يقاومون المشكله هذه بيطيحون وما يقدرون يسوون شيء. ودوما نقول يا عبد العزيز أن يوم شخص فعلا عنده إحساس عالي بالمسؤولية يكون شخص ناجح في حياته، لأنه فعلا يعرف كيف ينجح لأنه عنده إحساس عالي بالمسؤولية. فعلا، ولو بنعرف المسؤولية، طبعا تعرف المسؤولية بأنها شعور إخلاقي يجعل الإنسان يتحمل نتائج أفعاله سواء كانت أفعالا جيدة أم أفعالا سيئة، وهي التزام الشخص بما يصدر عنه من قول أو فعل، كما تقسم إلى أنواع وهي المسؤولية القانونية والإخلاقية والاجتماعية والجماعية. لتحمل المسؤولية فوائد كثيرة تنعكس على شخصية الإنسان كما ذكرنا أنا وزميلتي مروة، وهي اكتساب الاحترام الذاتي، وذلك من خلال قبول تحمل المسؤولية تجاه الأمور التي يقوم بها الإنسان، وأيضا الحصول على احترام الآخرين، وذلك من خلال عدم إلقاء اللوم عليهم في الأمور التي يقوم بها الشخص، وأيضا الحصول على المزيد من العمل والمهام من خلال قبول الشخص لتحمل المسؤولية في العمل أو أيضا في المنزل، مما يؤدي إلى ثقة الآخرين فيه بشكل مجمل، واكتساب مهارة القدرة على التغيير، واكتساب الشخص قدرة تمييز الأمور الجيدة له من الأمور السيئة له أيضا، الأمر اللي يؤدي إلى إحداث تغييرات إيجابية في السلوك وفي حياة الشخص بشكل عام. وأن أسباب عدم قبول الإنسان تحمل المسؤولية هو ضعف الوازع الديني، فالقلب الممتلئ بالإيمان يعلم بأن أنه يجب عليه القيام بمسؤوليات المفروضة عليه، وذلك لأنه يعلم أنه مراقب من قبل الله عز وجل. ولا ننسى أيضا وأهم شيء أن الافتقار إلى التقدير يؤدي بالشخص المسؤول إلى الإحباط وعدم القدرة على العطاء، فالشخص المسؤول حين يرى تقديرا لما يقوم به من الممكن أن يمهل بشكل متعمد في مسؤولياته. أنا مروة بغيت أسألك، في موقف صار لك وانت صغيرة مثل تحمل مسؤولية أو مثل هذا الشيء؟ أمي اضطرت أنها تسافر لبلد آخر، وكان أخوي أصغر مني بسنة واحدة بس، فكنت له الأم والأخت وأيضا يعني كل شيء، أطبخ وأرتب وأدرسه، فكان كنت حاولت أني أكون له أم. هذه أجمل بغياب مسؤولية أمي. فعلا لين اليوم أحس أن أنا عندي مسؤولية تجاه أخوي أن أنا أمه يوم أمي تغيب يعني شوي أو تسافر أو تنشغل في عملها. فأعتقد هذه كانت أجمل مسؤولية، ومسؤولية أعطتش دافع للحياة فعلا أنك تحملين مسؤوليات ثانية. أنت أكثر بالنسبة لك قبل لا نبدا مواضيعنا بقول لك عن نهايه الحلقه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا مواضيعنا في حلقه اليوم راح نبدا بالتحليل الرياضي، وايضا ماذا نعرف عن العلاج بالخلايا الجذعيه، وعندنا فن دمج الالوان، وما هو الفشل وما هو اسبابه، الله يبعده عنا ان شاء الله. طبعا لطالما تحدث المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه عن العمل وقيمته لدى الانسان، وكان الداعم والمشجع الاول لشعبه وابنائه على العمل، وكان الداعم الاول للمراه ايضا لتكون بعملها ذات قيمة في المجتمع. ونحن نؤمن بأن العمل هو اللي يبني شخصية الإنسان ويزيد بثقته بنفسه ليكون عنصر فعال في المجتمع وينهض بتقدمه وإعلاء قدراته على كافة المستويات. وعملوا لأن العمل
قيمة الإنسان. صحيح. العمل وقيمة الإنسان. الإنسان بدون عمل إن صار طويل وإن صار قصير ما له قيمة، إن صار أبيض أو أسود أو خضر، بدون عمل وبدون سمعة جيدة وطيبة ما له قيمة، ما يسوى شيء. ما يسوى شيء. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم يقول الآية الكريمة: فإذا رأيتهم تعجبك ألوانهم كأنهم خشب مسند. ها بعض الناس تعجبك ألوانهم، صحيح صدق الله بكلامه بمخلوقاته. إذا رأيتهم تعجبك ألوانهم، طول وعرض وجمال، لكن قيمتهم وقيمة الخشب واحد، ما في شيء. فهذه الأشياء يجب أن الإنسان الصغير، شوف شوف الولد هذا كم طوله وكم عرضه، سمعت كلامه ها وتعبيراته يعبرها. طيب هذه هبات من الله. والنفس إذا عليت على صاحبها خضعته، وإذا علي هو بنفسه على نفسه لا هو خضعها وهزعها وعمل بها كل شيء، وعمل بها الصعاب، وعمل بها الشيء الجيد، وعمل بها المجد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رحم الله المغفور لا بإذن الله تعالى والدنا الشيخ زايد بن سلطان. آمين يا رب. طبعا أنت سألتيني شو المسؤولية اللي تحملتها، صح؟ نعم. أنا كنت في فترة من الفترات وكنت في المدرسة، طلب مني أستاذ الرياضة الله يذكره بالخير أني أنا أجهز الفريق في أقل من يوم. أوكي. وقدرت أجهز الفريق وخذينا البطولة، فكانت بالنسبة لي هي المسؤولية اللي قدرت أنا أنجح فيها. هذه الفقرة بتعيبك اليوم. طبعا يلا نبداها. التحليل الرياضي، نتكلم عن التحليل الرياضي لكرة القدم، وهي الفقرة اللي ينتظرها عشاق كرة القدم وحتى متابعين كرة القدم. تفضل. بنتعرف أكثر طبعا على أداء فرقهم وكيف يسوون، والحلو أنه في التحليل الرياضي الكل يحلل يا مرام. فعلا يا عبدالعزيز، بس مش غريب لما نشوف ريالي. أنا سكت لأن ما عندي معلومات وايدة رياضية، ولكن أنا برحب بضيفتنا محللة رياضية اليوم لها إطلالة مميزة وطابع خاص. نرحب الأستاذة نباء الدباغي. أهلا مرحبا فيك، نورتينا. تسلمي. عادة المرأة أحس إنها ما تحب الكرة، ما تحب كرة القدم، شو اللي خلاك تحبين الرياضة وكرة القدم؟ هو شيء من الصغر، يعني أنا كنت أتابع يعني كرة القدم مع الأهل، مع أخي وأختي وهالأشياء، فبدينا يعني نتابع ونحب كرة القدم، وحسيت نفسي أستمتع بمشاهدة كرة القدم، مباريات وخصوصا كأس العالم على هذاك الوقت أكثر من مباريات الأندية. أستاذة نبأ، يعني جميل إن البنات ممكن يشوفون كرة القدم، لكن ما شاء الله عليك انت تعمقتي للتحليل وصار عندك جمهور، ما تحسين ان هذا الشيء شويه مختلف؟ صحيح، اكيد هو شيء مختلف، وكثير جتني اسئله وناس فرحانه ناس تنتقد وهالاشياء، يعني صار في كل هاي الامور، لكن الحمد لله يعني مكمله، صار لي يعني حوالي 3 سنين بهذا المجال، وظهرت مع عده قنوات وهالاشياء، وما عدا هذا الشيء عندي قناتي على اليوتيوب وعلى انستغرام وهالاشياء، ونعمل تحليل للمباريات خصوصا الدوريات الاوروبيه. أكيد ما كان الطريق سهل بالبداية وما تقبلوا الناس هذا الشيء، بس أنا حبيت أعمل تحدي خاص إلي. كيف توصفين متابعينك خاصة أن أغلبيتهم نساء أو رجال؟ أنا أحس ما في نساء. في نساء، أنا تفاجأت نفسي أنه في نساء، بس يعني أكيد مو بكثر الرجال المتابعين كرة القدم، وطبعا في كثير حتى بنات يحبون يحللون كرة القدم، خصوصا في عالمنا العربي في أشياء صعبة أنه بنت تدخل تحلل كرة القدم، بس شافوني في كثير أنه لا يعني الآن أريد أحاول أدخل. يبالها ثقافة رياضية واسعة. صحيح. خاصة أنه تعرف كيف الحكم يدخل وهذه الأشياء والأرقام وأسماء اللاعبين، أحس شيء وايد صعب يعني. أي صحيح، هو شيء مو سهل يعني، هو لازم الواحد يكون متابع. يعني أنا أقول أنا من كنت صغيرة أيضاً متابعة، مو أنا من كنت صغيرة أحلل، بس دخلت مجال التحليل يعني من حوالي أكثر من 5-6 سنين أنا يعني داخلة، وحاولت أنه خلال بلوكات أكتب حتى على تويتر وهالأشياء. هذا شوفي، نحن حتى الشباب لما يقعدون في قهوة ولا شيء لما يتجادلون مع بعض يقولوا أنت ما تفهم في الكرة، روح سوي شيء الفلاني، فما يتقبلون البعض. تلقين محلل مخضرم قاعد يطلع في قناة تلفزيونية يحلل،
لأن انتقد فريقه بشكل يعني أنه ما قدم أداء لا لا بند الصوت لا غير هذا ما يعرف هذا على أي أساس يحلل في يعني عالم كرة القدم بشكل أو الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص ينتقدون بسرعة الجمهور ما يستحمل لو أنت انتقدت فريق ولا شيء صح تطغى على العاطفة أنا دائما لاحظة تطغى على العاطفة بشكل كبير يعني إذا انتقدت فريق وحتى لو هو يعني صحيح الكلام والفريق ما أدى بشكل صحيح أو لاعب انطرد بسبب أو لآخر لا أنت غلط هذا يعني هو اللي يريد يمشي وأنا ولهذا أنا بديت ولهذا أنا حاولت أدخل على عالم تحليل كرة القدم وهالأشياء حتى الواحد يحاول يوصل الصورة صحيحة للتحليل جميل. ويعني حتى صحيح أنه كنا كل أحد بينا يشجع فريق معين وينتمي لفريق معين بس مع ذلك أنتقد فريقي ولو حتى فريقي هو يكون وأنا أشجع شنو هو فريقك؟ ريال مدريد إنزين كنت بسأل هذا السؤال إن سؤال مكون من شقين فريقك ريال مدريد صح إنزين هل في مرة تحليلك الرياضي حسيتي إن طغى عليه العاطفة إن أنت تشجعين الريال مدريد فتعصبتي شوي تجاه الفريق وتعاطفتي وياه لا لأنه دائما أقول التشجيع شكل والتحليل شيء يعني دائما احاول افصل بين بين التحليل انه انا ما راح اكسب شيء لو قلت ريال مدريد قدم 1-2-3 هو نعم. بالفعل ما قدم هذا الشيء بالعكس التشجيع شيء يعني انا حشجع وراح اعصب وهالاشياء بس التحليل شيء ثاني لازم ندخل على نقاط معينه حتى الواحد يشوفها من منظور صحيح نعم. يعني نعم. بالنسبه لك يا عبد العزيز منو تشجع انا اشجع نادي الفجيره نادي الفجيرة استاذة خلينا أسألك بما أنك أنت ريال تشجعين ريال مدريد وريال مدريد هذه السنة بدأ بداية مش حلوة يعني الجمهور يشوفه فكيف تشوفين ريال مدريد في السنة هذه مع عودة زيدان طبعا بعد الحكم من الآن صعب بعد بداية الموسم عودة زيدان بعض التعاقدات كل هالأشياء صعب أنا دائما أنطي 2-3 للفريق حتى بعدين نحكم عليه يعني حتى بالموسم الماضي بالرغم من البداية المتخبطة وكل هالأشياء حكمت عليه بعد الكلاسيكو اللي كان شهر 10 وقلت هذا الفريق ما راح يحصل شيء هذا الموسم إنسوا راح يحصل أي لقب فهذا الموسم راح ننتظر ونشوف مع المباريات الجاية المباريات الصعبة اللي راح تكون الفريق خصوصا الآن بشهر التاسع عندهم إشبيليا أتلتيكو مدريد بعدين بشهر 10 برشلونة راح نشوف شكل الفريق أكثر فئة كبيرة من الجمهور معلش أو من المحللين قالوا عود ما يعني ما تحمسوا وايد لعودة زيدان لريال مدريد صحيح خسارة الاسم زيدان 1-2 لريال مدريد يعني زيدان حقق كل الإنجازات اللي ممكن يحلم بها أي مدرب الدوري الإسباني كأس إسبانيا دوري الأبطال حقق كل البطولات صح هو الشيء بالنسبة لزيدان اختلاف عودة زيدان عن قدوم زيدان ب 2016 هو ما كان تحت ضغط ذاك الوقت ما حد ما كان متوقع منه أي شيء وحقق أشياء ما توقعناها يعني بس الآن من رجع توقعات كبيرة وسقف التوقعات زاد بعد عودة زيدان ولذلك بالنسبة يعني عودته وهالأشياء أنه ضروري يحاول زيدان ينهض بالفريق خصوصا الفريق انتهى من الموسم الماضي نعم أستاذة نبأ التحليل الرياضي يحتاج دراسة أم موهبة؟ هو مو موهبة لا أكيد دراسة أنا يعني أدور كثير معلومات أعمل ريسيرش إحصائيات هالأمور أداء الفريق بالسنوات الماضية بهذا الموسم لاعبين معينين إجا لاعب طلع لاعب شنو الأشياء اللي تأثر على الفريق مو بس نشوفها من منظور واحد ولكن من عدة مناظر ونشوف شنو هو الشيء الأكثر منطقية بأداء الفريق سواء كان سلبا أم إيجابا نعم مروة دوما تسألك أسئلة يعني كيف حللتي لأن هي ناوية تصير محللة لا أعوذ بالله أكثر شيء مستحيل أنجح فيه لأن ما عندي أي ثقافة رياضية وما أحب يعني الكرة أبدا ما أفضل نبأ خلينا نستغل وجودك وأسألك اليوم نشوف لو نتكلم عن إنتر ميلان طبعا إنتر ميلان له جمهور عريق وكبير خاصة عندنا في منطقة الخليج العربي للأسف بعد ما حقق كأس العالم للأندية في أبو ظبي في 2010 أعتقد أو 2011 تراجع وما شفناه اختفى انتر ميلان بعد ما حقق كاس العالم للانديه مع مورينيو، شو السبب اللي خلى انتر ميلان خلاص ما نشوف انتر ميلان مره ثانيه؟ شوف في عده اسباب يعني مو بس هو انتر ميلان هو الدوري الايطالي ككل هبط مستواه يعني من هذيك السنوات هبط مستواه بشكل كبير، خروج اللاعبين، سوء التخطيط المالي، لاعبين قاموا يفضلون يروحون للانديه الاغنى، الازمه الاقتصاديه اللي صارت اللي اثرت على ايطاليا اثرت عليهم بشكل كبير، عده لاعبين كانوا كبار بالعمر ما كان هناك استبدال ولاعبين يكونون شبان او واعدين اللي خرجوا بيهم، ما كان هناك لاعبين نجوم
بإنتر ميلان إلى حد هاي السنوات الأخيرة اللي الآن نشوف تطور نوعا ما بإنتر ميلان، أنه حس أنه ضروري يحاول أنه يستقطب لاعبين كبار، لاعبين مثل لوكاكو الآن وسانشيز ومن الأسماء الكبيرة اللي راح تحاول أنه تنهض بإنتر ميلان، لأنه شفنا بالموسم الماضي كان قريب حتى بدوري أبطال أوروبا حاول يسوي شيء، طلع من دور المجموعات. فالآن يعرفون الإدارة، يعرفون شنو هي التوجهات، وده حاولون يمشون على هذه التوجهات كرة القدم الحديثة. نعم أستاذ، أنا بنوع من المحللين اللي تحسين أن يعني تلفت نظرك تحليلاته الرياضية دائما هو الأستاذ، يعني في كثير يعني محللين صراحة، في بس أستاذ محمد عواد أنا دائما أحب تحليلاته. نعم. دائما يكون يعني صراحة صائبة وأحب أتابع تحليلاته دائما، وكل المحللين صراحة كل أحد أحب أشوف تحليلاتهم يعني ككل على المقاربة لرأيك أو لتحليلك. هو بالضبط أستاذ محمد عواد، لأن أشوف دائما تحليله هو المنطق، يعني دائما أحاول أنه أفكر من منظوره هو نفسه. نعم. لو نتكلم عن تجارب الأندية الإنجليزية والأندية الحديثة اللي جوها مستثمرين وطوروا منها مثل نادي مانشستر سيتي، يعني شفنا وجود الاستثمار غير من شكل النادي في السنوات الأخيرة، وصار ينافس في الدوري الإنجليزي، وحتى صارت له بصمة كبيرة في دوري أبطال أوروبا. بالضبط، وهذا اللي يميز الآن مانشستر سيتي عن أندية إيطاليا، الآن يستثمرون بشكل كبير، يستثمرون بالسنوات الأخيرة، يعني هو مو من أول سنة، هم مشوا تدريجين، وهذا الشيء صحيح، من لاعبين، من مدرب، من إدارة نفسها حاولوا حتى بالبنى التحتية وهالأشياء، بنوا فريق كبير، وشفنا ده يحقق الدوري يعني بصورة، يعني لأنه دوري إنجليزي مو هو لا يتحقق فعلا من أصعب الدوريات، تحصل على الدوري على اللقب مرات متتالية وهالأشياء، وحاول حتى الآن يحاول على دوري أبطال أوروبا، وإذا حقق دوري أبطال أوروبا هذا شيء كبير بالنسبة لفريق مثل مانشستر سيتي اللي بالفعل بدأ يعني، ومثل ما أقول الاستثمار الصحيح هذا اللي شيء ده يسوي، فراح نشوف إن شاء الله، نتمنى يفوزون دوري أبطال أوروبا إن كذلك شاء الله. هل تفضلين الاستمرار في اليوتيوب، تسجيل الحلقات على اليوتيوب، أم أن تقدمين برنامج تلفزيوني؟ هو أكيد يعني كشخصيا أفضل أكيد شيء تلفزيوني يكون أكبر، هذا شيء مستقبلا بالنسبة لي، لأنه اليوتيوب هو البداية، لكن اليوتيوب هو وين ما بدأت، يعني الناس اللي موجودة على اليوتيوب ومتابعتني أكيد تابعتني لسبب ما، وأكيد أتمنى أكمل على اليوتيوب حتى لو يكون عندي برنامج تلفزيوني. بس ليش أنت مركزة على الدوريات الأوروبية؟ مثلا نحن نشوف أحداث رياضية كبيرة مثل كأس آسيا أو كأس الخليج أو حتى أمم أفريقيا، في بطولات لها شعبية عندنا في المنطقة العربية، ما نشوفك مش متواجدة بشكل كبير. لا كنت متواجدة بطولة كأس آسيا وكذلك أمم أفريقيا، بس كدوريات عربية صحيح أنا ما أتابع، لأنه بسبب يعني بحكم شغلي وهالأشياء يعني صعب علي أن أتابع كل شيء بنفس الوقت، بس أنا عموما عندي اطلاع، يعني مو ما عندي مثل دوري أبطال آسيا للأندية. دوري أبطال آسيا صحيح لا ما متابعت أنا، بس عندي اطلاع، يعني أعرف نتائج الفرق كل الأشياء، أعرف شنو ما في تحليل. ليش لا ما في تحليل؟ بسبب ضيق الوقت، وأنا أتابع أكثر يعني من أنا كنت صغيرة الدوريات الأوروبية، بس إن شاء الله مستقبلا هذا الشيء اللي راح يصير، يعني راح أحاول أدخل أكثر على الدوريات العربية وكذلك دوري أبطال آسيا. دوري أبطال أوروبا هذه السنة لمنو؟ دوري أبطال أوروبا ممكن أشوف يوفنتوس قادر، أشوف كذلك برشلونة قادر على أن يحققه، برشلونة لأنه عنده يعني اللاعبين وعنده الفريق. أنا أقول لا هذا ولا هذا. أستاذة نبا، هل عندك فريق عمل كإعداد كمونتاج يمنتجون الفيديوهات اللي تنزلينها أو ترفعينها على يوتيوب؟ لا كله أنا، الإعداد ما شاء الله وتصوير كل شيء أنا أسوي، هو يعني هاي عادة كل أحد على اليوتيوب هو يكون هو مسؤول، لأنه صراحة أنا أؤمن يعني صحيح أنه مستقبلا ممكن يكون عندي فريق عمل، لأنه إذا نحاول أكبر الاستوديو أكثر ويكون يعني مواضيع تحليل أكثر وهالأشياء أكيد راح يكون في فريق عمل، بس حاليا كبداية الواحد يحب يشتغل هو بإيده بكل شيء، من إعداد من تقديم من تصوير ومن حتى مونتاج كله. اليوم التحليل الرياضي صار علم، وصاروا يستخدمون فيها أرقام، وحتى تشوفين برامج والقنوات الرياضية اللاعب كم متر ركض، تراجع اللاعب، يرسمون لك الخارطة بما مثل اللي قاعد يحللون عندهم شهادات تدريبية، إن كانت شهادة سي ولا بي ولا اي ولا إن كانوا لعيبة سابقين. هل فكرتي تأخذين دورات تدريبية أو إنك تمتلكين شهادة تدريب إن كانت في الفئة سي ولا بي ولا اي؟ والله صراحة هذا الموضوع ببالي، يعني أنا من فترة كذلك حتى حاولت أنه أقدم على هيك أشياء، بس إن شاء الله يعني بس هي مشكلة الوقت، بس إن شاء الله هذا الشيء موجود ببالي أنه أحاول أحصل على شهادة. نعم. إن شاء الله تعالى. اليوم لو أنت تبي تحللين الدوري الأوروبي بشكل عام أو دوري أبطال أوروبا، في صعوبة كبيرة
لأن الجمهور متنوع والدوري سريع. إن كنت رحت للدوري الإنجليزي أو الأندية الإنجليزية ولا رحت للأندية الإيطالية تحسين في صعوبة، كيف تقدرين يعني تحللين الصعوبة هاي اللي موجودة؟ يعني اليوم مثلا لو في دوري أبطال أوروبا، المقصد من السؤال في نادي إنجليزي يلعب مع نادي إيطالي، أنت لازم تكونين شايفة الدوري الإنجليزي عشان تعرفين تحللين الفريق الإنجليزي، في نفس الوقت لازم تكونين متابعة الدوري الإيطالي عشان تقدرين تحللين الفريق الإيطالي. في صعوبة، كيف تقدرين تسوي الكنترول هذا وانك تسهلين على نفسك عمليه التحليل؟ ولهذا قلت لك انا مش مساله الوقت عندي، يعني احاول ليش انه بس مركز اكثر على دوري ابطال اوروبا او الدوريات الاوروبيه، لانه اتابعها انا، لانه اتابع الدوري الايطالي اتابع اكثر قدر من المباريات، اذا ما تابعتها اشوف الهايلايتس. نفس الشيء بالنسبه للدوري الانجليزي، واهم الاهم المباريات الكبيره لازم اشوفها، لازم اشوف الهايلايتس، لازم يكون عندي فكره عن اسلوب لعب الفريق. مثلا خلينا نقول هاي المباراه ليفربول خسر، ليش خسر، شنو الاشياء اللي صارت، أو تعادل، أو هالأشياء لازم أشوف حتى أعرف. ودائما يكون عندي، أنا عندي فقرة حتى بقناتي اسمها حصاد الأسبوع اللي تكون يوم الاثنين، اللي يتحدث بها عن مباراة أهم الأندية وشن اللي صار معاهم، شن الأشياء حتى الواحد دائما يكون عنده معلومات فريش خلال الموسم. صحيح. شكرا لك الأستاذة نبا الدباغ، نورتينا اليوم في استوديو 7 على 7. يعطيك العافية. مشاهدينا فاصل سريع ورادي لكم لبرنامج 7 على 7، خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. طبعا يا مروه مشاهدينا الكرام، سمعنا وايد عن العلاج بالخلايا الجذعيه وانها تعالج العديد من الامراض الخطيره، لكن دوما نتساءل ما هي الخلايا الجذعيه وما هي مصادرها. الحديث اكثر عن هذا الموضوع بتفاصيل اكثر نرحب بضيفتنا الدكتوره مناهل فتحي حسن، مستشار علمي بمركز سمارت سيلز لتخزين الخلايا الجذعيه. يا هلا ومرحب فيك. اهلا بكم وبحيي عبركم المشاهدين في كل مكان. يا هلا فيك. أهلا وسهلا. دكتوره خبرينا اكثر، شو هي الخلايا الجذعيه؟ الخلايا الجذعية هي خلايا المنشأ أو الخلايا الأولية، بسموها الخلايا الأم، اللي هي خلايا غير متخصصة. الجنين يتولد قبل ما هي تتخصص لغضروف، عظام، دم، أعصاب، جلد، غيره. عشان كده عندها مقدرة علاجية عالية جدا. وين ما تتزرع الخلية الجذعية بتعوض الخلية التالفة أو الميتة في العضو المعين أو في المكان المعين. نعم. لو نتحدث عن أهمية الخلايا الجذعية وقدرتها على معالجة بعض الأمراض، طبعا الخلية الجذعية نفس ما حكيت إن هي لما تتزرع بتعوض الخلية التالفة. يعني مثلا إذا الشخص عنده سكري والمشكلة عنده مثلا مشكلة بخلايا البنكرياس، تنزرع الخلايا الجذعية بحيث إنه تعوض تعطي خلايا بنكرياس، إذا الخلل في الكلى تعطي خلايا كلى، إذا وهكذا. نعم. فالخلايا الجذعية متوفرة جدا في الحبل السري لكل امرأة حامل، عشان كده احنا من خلالكم حابين نرفع الوعي انه يا جماعة كل امرأة حامل لازم تعرف الكنز اللي موجود في بطنها، الدم اللي جاي من المشيمة عبر الحبل السري، والحبل السري نفسه غنيات جدا بالخلايا الجذعية اللي ممكن انها تتخزن وتعالج كثير جدا من الامراض للطفل نفسه اذا لا قدر الله اصابه شيء، وللعائلة كاملة عبر عدد كبير من السنوات. اصبح العديد من البلدان دكتورة يحتفظون في الخلايا الجذعية عقب الولادة على طول، كيف طريقة تخزين الخلايا الجذعية؟ اللي بيحصل إنه مجرد ما ينولد الجنين بتكون الأم طبعا مشتركة وماخذ الصندوق، صندوق من قبل الولادة. نعم، يعني الصندوق احنا في سمارت سيلز عبارة عن ثلاجة متحركة، بس التبريد مش مفعل، التبريد بتفعله الطبيبة نفسها أو القابلة بعد الولادة، فبتاخذ كامل الدم اللي في المشيمة عبر الحبل السري في كيس معين، وبنقطع من الحبل السري نفسه 8 إلى 16 سنتيمتر، وبتنحفظ في درجة حرارة مبردة، بنسحب طبعا دم من الأم عشان الفحوصات، بتنبعث العينات لبريطانيا، احنا مختبراتنا في بريطانيا، وبتتم هناك لمدة أقلها 30 سنة، فما على الأم إلا إنها تتواصل معنا وتسجل وتستلم الصندوق حقها، وإحنا مدربين كل طبيبات النسائية وكل القابلات في كل مستشفيات الدولة الخاصة والحكومية إنه كيف ياخذن العينة من الحبل. جميل. لو تحدثنا عن العلاج بالخلايا الجذعية، لو تكلمنا عن مرض السكري، هل راح يعتبر حل نهائي لمرض السكري؟
طبعا مرض السكري زي ما كلنا بنعرف هو نوعين، النوع الاول اللي هم تايب 1 اللي هم بياخذوا حقن ابر انسولين، والنوع الثاني اللي هم بياخذوا حبوب. حاليا النوع الاول يعالج، هو طبعا مرض مناعي، الجسم بيهاجم نفسه، يعالج بحيث انه تقل جدا جرعه الانسولين اللي بياخذها المريض، والمريض كمان راح ما يكون عنده تعقيدات، خلينا نقول كومبليكيشن، لانه بنعرف السكر اذا تم اهماله ممكن يضرب الكلى ويضرب العيون ويضرب كثير من الاعضاء. فبتقل جدا هاي الكومبليكيشنز. وبالنسبه للسكر تايب 2 النوع الثاني، الدراسات ما زالت بتشتغل على موضوع العلاج بالخلايا الجذعيه. شو الامراض اللي ممكن يعالجها موضوع الخلايا الجذعيه؟ والله الليستة تطول، يعني لغاية اليوم الخلايا الجذعية بتعالج 82 مرض ما شاء الله، ما رح أقدر أذكرهم كلهم، بس يمكن من أهمهم مرض الثلاسيميا المنتشر جدا في منطقة الخليج، مرض اللي هو أنيميا السيكل سيل، ومرض التوحد والسكري والشلل الدماغي وكثير جدا، وبعض السرطانات، سرطان المخ، سرطان الكلى، سرطان الدم، سرطان الدم، اللوكيميا. نعم. أيضا أنا قرأت عن موضوع الخلايا الجذعية أنها تعالج بعض حالات العقم عند الرجال، صحيح؟ هاي عليها الدراسات لسه بيشتغلوا عليها، بس لسه موضوع العقم لسه ما دخلت فيه. طبعا الخلايا الجذعية بتختلف، كمان لازم نحكي انه الخلايا الجذعية اللي احنا بنحكي عنها هي اللي بتتاخد من المشيمة، غير الخلايا الجذعية اللي بتتاخد من 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 مكانات ثانية. فاحنا لما نحكي عن هاي الخلايا الجذعية فهي بتعالج الامراض، يعني اي تدخل له علاقة بتغير جيني مثلا، او مرض وراثي جيني، او له علاقة بعدد الكروموسومات، او الاشياء دي ما بتتعالج بالخلايا الجذعية. ممكن نشوف بعض الأطباء ما ينصحون بالعلاج بالخلايا الجذعية، بس يقولون في مضاعفات أو ما في مضاعفات. هو كل شيء ممكن يكون عنده مضاعفات، الخلية الجذعية نفسها كخلية لا يمكن إنها تسبب مضاعفات، لكن طبعا العملية قد إنها تسبب مضاعفات حسب حالة المريض وحسب المرض اللي معالج منه. أما الخلية الجذعية كخلية تعتبر بنسميها نايف، نايف يعني نظيفة تماما. نعم. لأنه الدم قبل ما تستخلص منه الخلايا الجذعية بيغسل من مكوناته، خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، الأشياء اللي ممكن تسوي مشاكل مناعية. نعم. بالنسبة للشخص المصاب، شو هي بالضبط مصادر الخلايا الجذعية؟ الخلايا الجذعية يمكن استخلاصها من نخاع العظم البون مارو، بس العملية دي عملية جدا مؤلمة، طبعا تحتاج تخدير ومؤلمة وغير مضمونة وما بتعالج كل الأمراض. يعني كلنا إحنا كأشخاص ناضجين نخاع العظم عندنا يحتوي على خلايا جذعية، لكن مش نفس الخلايا الجذعية تبع البيبي، لأن هذيك بتكون أغزر كعدد ومقدرتها على التمايز والتخصص بتكون أكثر من خلايا جذعية المأخوذة من بتعالج أمراض أكثر. بتعالج أمراض أكثر. نعم. دكتورة، في بعض الحالات من مرضى الفلاسيميا لما هم يروحون يتعالجون يغيرون الدم نعم، لكن في علاج نهائي اللي هو نعم. الخلايا شو اسمه يبدلون نعم. هو هذا سؤال ممتاز، لانه انا عبر السؤال ده حابة اذكر اول قصه، يعني طفل اماراتي، وسبحان الله الطفل الاماراتي ده من الفجيره اسمه احمد، بوجه له التحيه هو واسرته. تواصلت ام احمد مع مركزنا سمارت سيلز من 2005 يمكن، انه احمد فيه ثلاسيميا وبيغير دمه كل 3 اسابيع، سبحان الله، وقالت بربي بيبي ثاني. جماعه عندنا قالوا لها للأمانة إذا ربيت بيبي ثاني يجوز يكون فيه نفس المرض لأنه مرض وراثي، قالت بجرب، ولدت العنود وطلعت العنود سليمة وتعالج أحمد بدم العنود. الحين أحمد سليم تماما، عمره تقريبا 16 سنة ولا يعاني من أي شيء وما مضطر إنه يغير الحمد دم. الحمد لله، سلامتك. كيف تستطيع الخلايا الجذعية أن تغير في طريقة العلاج؟ الخلية لأنه هي خلية عندها المقدرة إنها تنقسم، لأنه أي مرض عبارة عن تلف أو موت لخلايا معينة. نعم. فلما أنت تزرعي أو تحقني خلية جذعية فأنت بتعطي أوردر أو بتعطي فرصة للجسم أنه يرجع يجدد الخلايا، وبالتالي آثار المرض بتبتدي تخف بالتدريج. نعم. الخلايا اللي ناس يسوون بعد عملية تبديل الخلية هم في الكبر مرضى الفلاسيميا، انه يبدلون الخليه او يبدلون نخاع الشوكي، هي بتبدل. نعم. الخلايا اللي هي بتنتج، الخلايا المنتجه لخلايا الدم هي اللي بتتبدل عشان يرجع الدم ينتج من جديد بخلايا يعني اماتيور، وترجع تتحول لخلايا ناضجه، وبالتالي تقدر تعمل عمل الخلايا الناضجه. الحمد لله، العلم تطور لهذه المرحله اللي عالج وسهل لناس كثيرين
التعب. وايضا بيستغنون العديد من المرضى من الادويه، واستخدام الادويه من الممكن ان يكون لها اثار جانبيه اكثر من استخدام الخلايا الجذعيه. بالضبط. صحيح. هو سبحان الله الحبل السري يعتبر هديه من الله سبحانه وتعالى، فانا عبركم بنصح كل ام انها تتواصل معنا في سمارت سيلز، احنا موجودين في اي وقت، بحيث انه نقدر نوصل لكل النساء الحوامل في الدوله، ونقدر عبرنا يقدروا يخزنوا الحبل السري. دكتوره مناه، شو ممكن العلم راح يضيفه في المستقبل في هذا النوع من العلاجات الطبيه؟ في كثير جدا من الامراض حاليا قاعد بيحصل فيها ترايلز، تجارب، وطبعا بتبتدي التجارب على الحيوانات وبعدين بتكون على البشر، فما هذول ال 82 مرض اللي انا حكيت عنهم هم فعليا في ناس استفادوا منهم، يعني احنا في سمارت سيلز عندنا بنسميها ترانسبلانتيشن ليست، اللي هي لسته من الناس اللي فعلا استفادوا من الخلايا الجذعيه، واحد يتعالج بدم اخوه، واحد يتعالج بدم اخته، واحد يتعالج بدمه هو شخصيا، والخلايا الجذعيه بتعالج الامراض من 1988. ما شاء الله. يعني كانت أول حالة تعالجت كانت من مرض اسمه فانكوني أنيميا، نوع من الأنيمياز من فقر الدم، كان في كارولاينا بأمريكا، ومن وقتها والعلم بيتطور سنة عن سنة. نعم. يعني في أمراض مستعصية كانت صعب أن الواحد يعالجها، الحمد لله رب العالمين اليوم بالعلاج بالحديث هذا صارت العملية سهلة. متى راح ينتشر بشكل أكبر اللي نقصده نحن أن نشوفه متوفر بشكل أكبر من اللي موجودة الحين؟ هو هذا دورنا ودوركم انتم كوسائل اعلام اكيد، يعني احنا دورنا توعوي تماما. يعني احنا حابين نوصل الوعي لكل امراه حامل، لكل امراه بكره بنتها راح تصير حامل. صحيح. لكل واحده لسه مخطط انها تحمل في المستقبل. نعم. او حتى لسه لو ما تزوجت لازم تعرف انه رب العالمين بيعطيها هديه اسمها الحبل السري، اسمها دم المشيمه، لانه يا جماعه لو كل اسره في الوطن العربي خزنت لجنين واحد فقط بتقل الامراض فتاكة بنسبة كبيرة في المستقبل، لأنه يعني نفس ما حكيت يعني مدة التخزين بتكون 30 سنة على الأقل. نعم. في ناس بيختاروا يخزنوا 30 سنة، في ناس بيختاروا يخزنوا 35، في ناس بيختاروا يخزنوا. نعم. 50 سنة. إذا أخ وأخته مبتوأم عندهم خلايا جذعية، هل يقدر الأخ أو الأخت من عائلة نفسها استخدام خلايا جذعية شخص آخر، أو أن كل شخص عنده خلايا جذعية ماله؟ هو موضوع الخلايا الجذعية موضوع حساس، مش نفس فصائل الدم. نعم. يعني اذا حد بيحتاج فصيله دم، اي حدا من شخص من خلينا نحكي جنسيه ثانيه ممكن يوافق فصيله دمه، لكن الخليه الجذعيه بترتبط بحاجه بتطابق جيني، فحص. نعم. اسمه HLA، لذلك بتلاقي الجنين لما تتخزن خلاياه الجذعيه بيعالج نفسه، بيعالج اخوانه، اكثر شيء الاشقاء، بعدين الام والاب أخوان. والجد والجده حسب التطابق. نعم. الجيني. كل ما تباعدت العلاقه كل ما كان صعب الاستفاده منها، عشان كده لما الوحده بتخزن خلاياها الجذعيه وهي حامل بتامن لاسرتها الصغيره وبالتالي للعائله الاكبر. الخلايا الجذعيه مفيده جدا للشعر، صحيح؟ الخلايا الجذعية هي سؤال نسائي بحت أنثوي. لأن بسأل شيء ثاني، هو مفيد فعلا للشعر ولا هو لا؟ هي الخلية الجذعية تجدد كل شيء. نعم. لأنها في الآخر خلية نفس ما حكيت غير متخصصة. هلا في ناس كثير بيستخدموا الخلايا الجذعية للتجميل، حتى حقن البلازما يوم ياخذوا منك بلازما وترجع فعلا. تحقن في الوجه لأنها بتحتوي عدد قليل جدا من الخلايا الجذعية، ممكن يرجع للوجه. صحيح. نظارة. نظارته وحيويته. صحيح. أيوة. بس يعني مستقبلا بنلقى أيضا زراعة الشعر، عمليات زراعة الشعر في تراجع بسبب الخلايا الجذعية. لا أقدر أقول مثلا حاليا أنه الجلد مثلا يتم تغييره بالخلايا الجذعية، مثلا في حالات الحريق خلينا نحكي، حتى الحريق خلينا نحكي المتطور او من درجه كبيره، ممكن انه تتجدد الخلايا تدريجيا. نعم. عن طريق الخلايا الجذعيه. فهم طبعا كثير من النساء قبل ما يسجلن عندنا بيسالوني نفس السؤال انه الخليه الجذعيه والتجميل، انا بقول لهم يا جماعه الخليه الجذعيه اللي بتخزن اصلا خساره تستخدم في التجميل. فعلا. خليها للامراض اللي لا قدر الله اذا اصاب الاسره اي شيء تكوني مطمنه انك مخزنه شيء. ولكن ذكرتي ان لعمر 30 سنة، صحيح؟ يعني في بعض الأمراض أحس ممكن تظهر في عمر 50، والخلايا الجذعية لين 30 سنة، شو نسوي بهذه الحالة؟ لا بتتخزن، هي إحنا التخزين عندنا لغاية 50 سنة، بس اللي بتختار إنها تخزن 30 سنة وحابة بعد 30 سنة إن شاء الله إنه تمدد مدة التخزين، بنشيك على الفايابيليتي على حيوية الخلايا. نعم. وبتقدر تعمل إكستنشن، تقدر بتمدد في هو التخزين. هو في الاحتمال الأول 30 سنة، لكن بعد ذلك أنتم تقومون ببعض الفحوصات
انها ممكن تمتد ل 50 سنه يعني 20 سنه اضافيه. نعم نعم الله ما يحوجنا ان شاء الله. ان شاء الله بس الواحد بيكون مطمن انه يعني خلى لاطفاله او لاسرته شيء يقدر يعتمد عليه في حاله لا قدر الله. الطب ما كان متوقعين ان تظهر خلايا جذعيه وتعالج العديد من الامراض دكتور، هل من الممكن ان الطب يتقدم اكثر ويسوون شيء يشبه الخلايا الجذعيه لعلاج الجميع يوما ما؟ هذا السؤال جدا هذا السؤال جدا جدا صعب، لانه في حاليا في شيء اسمه خلايا جذعيه مستحثه خلينا نقول. نعم. شغاله بحوثات في اليابان، بس تعرفي انه احنا الكلشر كمان والحلال والحرام وهاي الامور ليجل. انت في حاله انك تخزن خلايا جذعيه من حبلك السري من مشيمتك ما بتدخل ابدا في حلال وحرام، وما بتدخلي في شيء يعاد خلقه مثلا من جديد او مش يعاد خلقه، انه تستفاد من خليه لانتاج خليه اخرى مثلا من اشخاص. نعم. اخرين وهكذا. نعم. فلا ده حاجه منك فيك ومن نفس الأسرة ولنفس الأسرة، وما فيها طبعا أي حرمة ولا أي شيء قانون ضد القانون أو ليجل إيشو. فنحن في الأمور هذه نحتاج الثقافة، دور الإعلام يكون فعلا. أول شيء ثقافة الناس لازم تكون موجودة حتى في الأشياء البسيطة دكتور. صحيح، هو في ابتدى الوعي هسه عن خلايا الجذعيه، الناس ابتدت تسمع، بس لسه محتاجين انه احنا نوصل مواصيل عاليه جدا، انه نوصل الوعي لكل امراه وحتى الاطفال لازم يفهموا شو هي الخلايا الجذعيه وفي شو قاعده. وبيان اهميتها انه شيء وايد مهم انه يحتفظ الشخص فعلا، والامهات يحاولون انه يحتفظون بالخلايا الجذعيه يعني لمستقبل الصحي لاطفالهم. نعم، واذا اطلعتي فعلا اذا اطلعتي على الحالات اللي فعلا استفادت راح تعرفي انه الموضوع مش انه بحوث، لا فعليا في. انا بذكر انه في طفله كانت موجوده كمان وبالامارات مقيمه، هي ساوث افريكان، وكان عندها شلل دماغي ووالديها عالجوها، طبعا علاج ما بنقدر نقول تماما هي رجعت طبيعيه، لكن يعني يعني تطورت بنسبه تكاد تصل الى 60%. الحمد لله. دكتوره مناهل الفتحي حسن مستشار علمي بمركز سمارت سيلز لتخزين الخلايا الجذعيه، نورتينا في برنامج 7 على 7 واستفدنا وايد بالحوار وياك. الله يخليكم، وان شاء الله عبركم فعلا نكون وصلنا الوعي، ونلتقي ان شاء الله مره ثانيه. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا فاصل ورادين لبرنامج 7 على 7، خليكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. طبعا بنتكلم عن جنه الامارات في العاصمه ابو ظبي يا مروه. اللي ما يروح أبو ظبي في الإجازات ولا في الأيام العادية ما قضى إجازته بشكل جميل. فاليوم لو نتكلم عن أبو ظبي نتكلم عن عاصمة دولة الإمارات السياسية وعاصمتها الاقتصادية وحتى عاصمتها السياسية السياحية. اليوم قاعد نشوف التنوع اللي قاعد يصير في مدينة أبو ظبي من اقتصاديا باستثمارات الاقتصادية اللي من كل المجالات وحتى فعلا. في المجال السياسي في المجال السياحي عفوا. فعلا، واعتبرت ابو ظبي مشاهدينا حسب تقرير ابسوس 2013 المدينه الرابعه المفضله في العالم للعيش في الزياره، كما اعتبرت المدينه الاكثر امانا في الشرق الاوسط. ودائما علينا ان نذكر ماضينا العريق والمكافح والمشرف وكيف وصلت هذه المدينه الرائعه بحكمه شيوخها اللي رحلوا رحمهم الله، وشيوخنا اللي ساروا على نهج العطاء والنجاح اطال الله في عمرهم. Thank you.
طبعا جميلة هي العاصمة أبوظبي فعلا، الأضواء الشوارع الله يزيدها جمال. آمين يا رب. تعالى ويحفظ شيوخنا. اليوم نتكلم عن الألوان، من الأشياء الأساسية في الحياة التي تلعب دورا مهما في نشر التفاؤل والجمال والانشراح بين البشر. فلولا الألوان باختلاف درجاتها لأصبح الناس في دائرة من الملل والروتين الذي لا ينتهي. بنتحدث أكثر عن فن دمج الألوان مع الرسام جاسم الضنحاني. هلا مرحب فيك، نورتنا في استوديو 7 على 7. مرحبتين، حياكم الله. يا مرحبا وسهلا ومساك الله بالخير. خبرنا شو بداياتك مع دمج الألوان وهذا الفن اللي أحس أنه صعب تختار الألوان التليق لبعضها. هي طبعا طريقة دمج الألوان، يعني الواحد دائما يشوف الألوان اللي يحبها يعني، ويتخيل مثل ما تقول يعني، يتخيل مثلا هاللون مع هاللون مع هاللون شو راح يعطي النتيجة يعني. يعني نعم. الشغل يباله يعني مثل ما تقول واحد يحب الحياة، أهم شيء أنك تحب الحياة تشوف كل شيء حلو قدامك طبعا. يعني أنا لو بسلك الارتباط بين حب الحياة وبين اللوح هذه التنوع اللي في الألوان، وين الارتباط بينهم؟ أنا أدري أن الألوان يعني تدل عن الحياة جميلة ورائعة دائما الحياة، يعني الألوان يعني مثل ما تقول تشوفها فاتحة وتعطي جمالية، أكيد يعني الشخص يكون اللي سواها يعني اللي مستعمل. يكون حاب الحياة مستانس. أما اللي تشوفها مكتئب يمكن يعملها سودة كامل ما تعرف. صحيح الألوان تعبر عن دواخل الإنسان، نعم من داخل تعبر شو يعني يشعر، وهل هو بحالة اكتئاب وهل هو سعيد وهل أكيد هو ويختلف متفائل. ويختلف الرسام في يعني مثلا في وقت العمل مثلا يعتمد على مزاجه، ان كان هو يعني مستانس مبسوط راح يعطي شيء مبدع، يا يعني راح يعطي شيء يعني يقابل النفسيه اللي هو فيها، ان كان مستانس بيعطي شيء يعني حلو، وان كان مثلا مكتئب بيعطي بعد شيء يدل على انه مكتئب يعني سبحان الله. دمج الالوان فن، ولكن هل تتقن فن اخر ولا انه تفضل بس دمج الالوان؟ لا انا الحمد لله يعني شغال على يعني عده اشياء، يعني مثل ما اصنع مجسمات لمح مثلا. اخر مره شاركت في مسابقه، يعني مش مسابقه تقدر تقول، كانت فعاليه في محميه كلبه للحيوانات، يعني سويت لهم مجسم يخص البيئه اللي هم فيها كمحميه كحيوانات المتواجده معاهم وكذا. انوع يعني انوع اصنع اثاث من الخشب ودمجه مع مواد كيماوية، يعني تقريبا كل أنواع الفن، يعني اللي يخصه بالرسم اللي يخصه بالخشب، يعني هو شيء يعني التزامات المنازل، يعني مثل أشياء تجميلية أو أشياء ديكور البسيطة يعني، يعني حتى أخوي عبد العزيز حتى يعني الصياني لتقديم الضيوف يعني ما يعني أصنعها أنا أسويها، لكن أعبر فيها عن أشياء مثلا أسويها مثل البحر مثل الجزيرة، يعني أخلي حتى الضيوف يستانسوا عندي في البيت يشوفوا مثلا يعني مقدم لهم الشاي أو القهوة بطريقة يعني غير تفرحهم يعني. زين أنا أبغى أتكلم أكثر أو تشرح لنا أكثر، مثل هذه اللوحة اللي موجودة هنا، هذه لو أنا تكلمت قلت لي على شو الدل؟ يعني أنا مثلا أشوف شخص يرقص في البحر، أعتقد لو الواحد يقعد يتأمل، ولا هي مجرد ألوان لا دخلت في بعض؟ هي لا، شفت الاعاصير مثلا يوم يطرشوا لك مسجات مثلا برق الامارات او الاحوال الجويه، يعني يرسل يحط لك في الصوره الالوان، مثلا هني في مثل ما تقول اعصار، هني في امطار، في كذا، يعني هذه تقريبا تدل على نفس الطريقه، يعني هذا نفس النمط، يعني على نفس النمط. شو اكثر لون تحس انك ترتاح يوم تستخدمه وتحس انه يليق حق كل الالوان؟ الأكثر لون هو عندي أنا يعني المفضل عندي أنا أستخدم الأزرق والأخضر. لاحظت أن في كل اللوحات في أزرق وبنفسجي وأخضر. الأزرق أكثر ثلاث ألوان الأزرق تعتمد أكبر عليهم. أخوي عبد العزيز يعني عندك شوف، يعني للعلم يعني أخبرك عن اللوحة رقم 1 2 وهذه الورة الثالثة، هذه كانت عندنا مسابقة يوم الخميس. أولا أوجه كل الشكر لمسرح دبل فجيرة على يعني تنظيمهم لفعالية يعني مسابقة للرسم والتصوير الفوتوغرافي، فأنا شاركت أولادي في هاي المسابقة. نعم. وطبعا نعم. بإشرافي، ويعني أنا استأذنت من المسرح أنه هاي اللوحة يعني صعب يعني يشتغل فيها يعني طفل صغير، لازم يحتاج حد يساعده وكذا. نعم. قالوا ما كمساعدة أوكي يعني. نعم.
فأنا يعني فترة إجازة الصيف قمت أعطي في البيت يعني ورشة للأطفال العائلة، يعني أدربهم على طريقة الرسم، فتدربوا عليها وكل شيء، يعني حبوا الفكرة. فيوم في الوقت الفرصة اللي هي المسابقة شاركتهم في المسابقة. جميل. وطبعا بإشرافي أنا يعني، فرحنا ودمجنا لهم الألوان وكذا، ولكن كل واحد اختار اللون اللي هو يحبه. نعم. أنا ما أدخل يعني مثل ما تقول، يعني ما أجبر واحد لا أختار هاللون هاللون، أنا أعرف كل واحد يختار، هي أبغي أشوفهم شو إبداعاتهم. يعني إذا أنا نعم. بتدخل في كل شيء معناتي أنا اللي سويت اللوحة. صحيح. فخليتهم كل واحد يختار الألوان ودمجها، بس نعم. أنا طبعاً معلمنهم بالطريقة كيف وكيف الاستخدام. نعم. وطلعت هاي النتائج الطيبة. يعني أستاذ جاسم، أنت قلت أن هذه اللوحة تدل على أن إعصار، ولكن أغلبية العلاجات النفسية خلينا نقول للتأمل يستخدمون اللون البنفسجي والأزرق لأنه يبعث الطمأنينة في النفس والراحة النفسية ويساعد على التأمل. يعني التناقض أحس أنه حتى أضيف وهو هذا اللون أكثر لونين يساعدون على التأمل. في نقطة ثانية حتى يستخدمونها في المصحات النفسية، يبون اللوح اللي تكون قريبة من هذه، يبون شخص يقوله أنت شو تشوف، صح، أو أقرب شيء تشوفه له. صحيح. فيختار شيء، كل شخص يفسره، وكل شخص يفسره مثلا بطريقة. أنا فسرته بشكل معين، إيه شخص ثاني. أنت شو فسرته علشان الحين المحللين النفسيين يتابعونك يحللون شخصيتك؟ أنا فسرتها والله في البداية ما الحين خلاص غيرت رأيي بعد ما قال لي أعصار. لا، هو تقدر أنت تشوفه من منظورك أنت، كل واحد يشوفه من منظوره. أنا أحس وأنت بالعكس تتأمل فيها، أنت يوم تتأمل فيها تستمتع طبعا بالألوان، أنك تدقق تشوف هاللون طالع على هاللون داخل على هاللون. هي صحيح. عملية يعني فنية مش سهلة. فعلا. ممكن البعض ينظر لها أنها يقول أنها هي سهلة، لكن هي 100% مش سهلة. أستاذ جاسم، أنا بسألك الحين، شو كانت حالتك النفسية يوم دمجت هذه الألوان؟ لا، أنا طبعا مبسوط، كنت سعيد. هي كنت سعيد، ما كان عندك أي حالة اكتئاب؟ لا أنا وقت يعني الوقت اللي أكون يعني الحمد لله اكتئاب الله يبعد عني وعنكم إن شاء الله، عن جميع المشاهدين الاكتئاب، ولكن الإنسان أحيانا يمر بظروف يعني متضيق من شيء يعني بسيط أو شيء، الأفضل ما يشتغل. نعم. الأفضل إنه ما يمسك يعني الألوان وما يستخدم، لأنه راح يعطي بطريقة غير، يعني راح يعبر فيها يمكن عن الحالة اللي بالوقت اللي هو فيه، يعني كان متضايق يمكن يختار أي لون. علشان الذكرى والسعادة، يعني اللوحة الذكرى والسعادة، واللوحة إذا كان متضايق بتذكرى بلحظات مو بحلوة علشان ما تذكرها. حتى راح يكون اختيار الألوان غلط، يعني ما راح يكون يعني اختيار الألوان متناسقة مع بعض. زين، يعني كيف تبدأ بالألوان، نوعية الألوان اللي تستخدمها؟ هل هو أنا أي مثلا أفر الأحمر، أي أفر الأخضر، أفر البنفسجي، ولفهم يمين ويسار؟ لا تصير لوحة؟ الطريقة طال عمرك أخوي عبد العزيز، إنه مثلا أنت اخترت 6 ألوان. جميل. نفترض يعني 6 ألوان، تحط في 6 قلاصات. تمام. قلاصات على حسب حجم اللوحة، إن كانت اللوحة كبيرة يكون حجم القلاصات يكون أكبر أفضل يعني. نعم. فأستخدم مادة الجلو الشفاف. نعم. الأبيض، وايت جلو. نعم. أعبي مثلا القلاصات 6، عقب ما عبيتهم أعبي الألوان نوعية الكريليك. طبعا. نعم. استخدم نوعية لأنها الألوان أسرع الكريليك. في تنشف أسرع؟ لا لأن هاي يعني الشغلة هاي هالعمل. نعم. الفني هذا يحتاج ألوان الكريليك. نعم. أنا حتى حاولت في اللوحة اللي فوق استخدمت الألوان الميتاليك. نعم. وما استخدمت الإجلو، استخدمت مادة الريزن في اللوحة. نعم. اللي فوق فعطتني شوي نتيجة، مع أنه اللي فوق مكلفة أكثر عن اللي تحت يعني. نعم. ولكن ما أعطت النتيجة حلوة مثل ما أنا يعني، هذا كانت كأول تجربة لمبارحة سويتها يعني عشان أقدمها لكم، يعني أني أجيبها. نعم. هنا عندكم. نعم. الاستديو، فكانت أول تجربة، ولكن ما طلعت حلوة مثل استخدام ألوان الأكريليك يعني. نعم. فبعد ما نخلط الألوان ونحط الألوان اللي احنا اخترناها 6 طبعا، نبدأ نجيب قلاصات كبيرة يكون أكبر حجما، نعبي طبقات. نعم. مثلا نضيف اللون الأحمر فوق الأزرق، فوق نرد الأحمر مثلا مرة ثانية، وانت رأي لين ما تعبي القلاص كامل. جميل. عقب تبدأ انك شو تصب الألوان كامل على اللوحة، تبتدي في الوسط عسبة انك لازم تبتدي توزع. جميل. نبدأ. نعم. توزيع الألوان. الواحد يقول مثلا معليش أنا بجيب اللوحة وبحط الألوان هذه وبلفها وخلاص، يعني تي مرة تقولي أنا أشوفها بحر، وواحد يقول أنا أشوفها يبل، وين أخونا المصور يشوفها بشكل، كل واحد يفسحها من منظوره الخاص. فيها صعوبة المقصد؟
يعني عمل اللوحه تطلع صوره بهذا الشكل اللوحه هي فيها صعوبه كبدايه، يعني كانت اذا كنت مبتدئ لازم يكون عندك صعوبه انك ما عارف كيف تسويها. نعم. ما عندك الخطوات، ممكن انت تتعلم من اليوتيوب او كذا، يوم تطبق 100% تطلع عندك غلط، لان ما تكون يعني لازم تجرب مره ومرتين وثلاث. في اللوحه هذه في رساله انت تبغى توصلها في كل لوحه تسويها؟ هي انا كل لوحه مثلا تكون عندي تكون لها قيمه عندي، يعني اني انا اشتغلت عليها لها قيمه، انا ما اشتغلت فيها مثل ما تقول انها عشوائي او اني يعني او ان تعال ادمج وحط كذا، لا، يعني كل لوحه اسويها لها تعبيرها، يعني احب الالوان، مثلا انت تحب الالوان تيلس، يعني هاي لوحات جداريه، الواحد ليش يعمل لوحات جداريه؟ عشان يوم يتامل فيها يعني يسرح فيها، يتامل فيها. نعم. ينظر لجماليتها، ممكن تكون مهدئه للاعصاب بعد. صحيح. يعني الواحد يتامل يطالع لوحه او كذا اذا كانت حلوه يعني يندمج مع الالوان، تشكيله الالوان تهدى. صحيح. يعني يهدى نفسيا، يهدى اعصابه. نعم. ترتاح. فالحمد لله انا اشوفه بمنظوري انا ان عمل فني. صحيح. يعني لا ايجابيه، يعني كل عمل فني اساسه فكره، انت من وين تستوحي افكارك؟ انا استوحي الافكار طبعا، انا يعني عندي بيت واحب يعني اصنع الاشياء لبيتي، فمثلا يعني الوقت اللي اشتغلت فيه على الطاولات وكذا كنت محتاج طاولات، صنعت طاولات، خلصت من صناعه الطاولات، صار عندي يعني الجدار محتاج لوحات، فخلاص رحت على مجال اللوحات الفنيه. ف يعني الانسان دائما الحاجه ام الاختراع. ما تشتري؟ ما احب اشتري، اقدر اشتري بس ما احب اشتري. نعم. لو اشتريت انا لوحه مثلا من برا، انت تصنع الشيء كيف انت ما تبي، هي اصنع مثل ما انا ابى. بالعكس، يعني عيالي باكر بيشوفون هذا ابونا سواها، ممكن ولدي يعني انا عندي اطفالي حبوا الفن رغم انهم يعني ما لهم مجال في هذا الشيء، انا علمتهم يعني اشتغلت قدامهم، هم اشتغلوا حبوا الفن، يمكن. نعم. يمكن باكر واحد من عيالي يطلع فنان كبير، يطلع كذا، احسن عن ما مثل ما تقول اهتماماته في الاجازات او كذا يكون انه يبغى يحوط، يبغى سيكل. نعم. يطلع في الشوارع وزحمه والدنيا، عارفين. نعم. الحين الحمد. صح. لله ما شاء الله يسلي وقته في شيء مفيد ورائع افضل من يعني ما يكون ما اسمه ضياع وقت، يقضي الوقت، يقضي وقته في الاجازه في شيء ايجابي يعني. صحيح. استاذ يرسم. جاسم، احس ان العمل اليدوي له قيمة أكثر عند الشخص، يعني تحس في قيمة هذا الشيء. صح. قيمته الفنية وقيمته داخلك أهم من أنه تشتري من المكان يعني جاهز. صح. في الأماكن الجاهز يعني اليوم تشتري شيء جاهز، أنت ما يعني ما عندك يعني ما تعبتي عليها، مجرد الله من طلعتي مبلغ وقدره. صحيح. ودفعتي أخذتيها، ما تعرفي إن كانت طباعة ورقة مطبوعة أو إن كان اللي اشتغل عليها تعب فيها، يعني ما تعرف، بس لما انت تشتغلي فيها وانت اللي تكوني مختاره الالوان، مثلا انا مثلا بشتغل على لوحه وقت النوم افكر شو الالوان اللي بستخدم، احمر كذا، احفظ الالوان، احفظ كذا حجم اللوحه كم يكفي، يعني وانا حاط راسي على فراشي اني بنام اخطط كيف بتكون اللوحه. نعم. اتخيلها كذا يعني. الابداع يكون اكثر لما الشخص هو يصنع الشيء لنفسه. صح. صح. ويحس بمتعته ويحس بقيمته، ان الشيء اللي انا بغيته كيف ما بغيته هذا اللي صار قدامي، هذا هو. صحيح عليك نور. صح. النصائح اللي توجهها. صحيح. انت ل... انا في فضلي. سوري عبد العزيز على المقاطعه، ولكن هذيك اللوحه اللي هناك لفتت نظري، البياض اللي فيه. هذاك البياض اللي فيها شو، نجوم؟ لا شوفي، هاي لان الالوان تكون متراكمه فوق بعضها، يوم طريقه الخلط، يوم انك تعبي القلاص انه لون فوق لون لون فوق لون، لما يوم يعني خلاص نحط الالوان على اللوحه شو يصير؟ مثلا اللون اللي تحت يطلع فوق، اللون اللي فوق مثلا ينزل تحت، تتخالط. نعم. الالوان على بعضها، وهاي طبعا ما تتخالط الالوان الا لا يعني لها طريقه ان نستخدم النار بعد، طبعا لازم نستخدم فيها النار. فمن نحط عليها النار يعني مجرد الالوان يعني الجلو ياتي عليه الحراره فيبتدي يتفاعل. نعم. انه شيء ينزل شيء يرتفع، فتعطيك طبقه الوان يعني متشاكله، يعني مثلا هالبقع البيضاء لون يعني هذا، لان استخدمت فيها اللون الابيض بعد فطلع في هاي اللوحه. يعني البياض معطيه جماليه رائعه ومعطيه فخامه للوحه جدا. صحيح. فانا تعمدت هاي اللوحه ما استخدم فيها الماده ال 3D، فيعني هذيك اللوحه انا تعمدت ليش؟ عشان ابين للمشاهد
ان ما ينتهي ما تنتهي اللوحه بس مجرد جفاف الجلو او شيء يعني او تبرز الالوان، ما ينتهي بالعكس تقتل الالوان يعني بعد ما جفت يعني تموت تقريبا الالوان. انت لو شفتيها وقت ان حطينا الجلو تشوفيها شيء ثاني، بعد ما تجف تقل الالوان درجه الالوان يعني شبه يعني تنعدم يعني. فلازم نستخدم لها طريقه ثانيه ان نرجع مثل ما تقولي نحيي الالوان نرجع لها الحياه مثل ما تقولي يعني. فنضيف عليها ماده ال 3 دي، انا استخدم ماده ال 3 دي الاي بوكسي استخدمها ماده شفافه هي فترد تعطي الالوان مره ثانيه وتكون كطبقه زجاجيه فتعطي لها حيويه وجماليه اكثر يعني. انا اللي عجبتني اكثر لوحه هذيك اللون الاخضر او هذيك وايد غريبة أحس، هذيك شو؟ هذيك اللوحة اللي ورا طبعا أنا عندي ولدي الله يحفظه ما شاء الله عليه دائما مبدع في اختيار الألوان. لا هذيك فيها فخامة يا نفس جناح الطاووس بعد من طرف يا نفس جناح الطاووس يا بتلاحظ عليها. ف يعني أنا فعلا هذيك اللوحة هي أكثر وحدة عجبتني يعني فعلا لأنها فخمة جدا وجميلة جدا يعني. دائما هو يعتمد على ذوقك أنت، أنت إذا كان ذوقك راقي في اختيار الألوان 100% راح تطلع اللوحة جدا مبدعة يعني. ممتاز، شكرا لك أستاذ جاسم الضنحاني رسام وفنان تشكيلي، شكرا لك. العفو يا أخوي، وأنا سعيد باستضافتكم لي ومشكورين. يا أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا وسهلا. مشاهدينا الكرام فاصل بعد راح نواصل، خلوكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. طبعا دوما يقولون ان الفشل هي نتيجه غير متوقعه، وهناك عده عوامل واسباب التي يمكن ان تؤدي الى الفشل في الحياه. وفي مقوله دوما انا احبها وعنوان الكتاب يا مروه يقول افشل لك افشل او استمتع بفشلك. نعم، لان اصلا اللي ما يفشل وما بينجح. نعم. يعني يوم الشخص يفشل هي مو بفشل، هي محاوله نجاح. الاستمتاع بالفشل فعلا هي محاولة للنجاح. محاولة نجاح. الحديث أكثر عن الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذة ميثال كعبي، ميثال كعبي مستشارة ومدربة في التطوير الذاتي. أهلا وسهلا فيك أستاذة ميثال. أهلا فيك أخوي، نورتينا. الله يسلمكم، نور نوركم، الله يسعدكم. طبعا دوما يقولون افشل والفشل وموضوع كبير، في فشل حقيقي وفشل غير حقيقي ولا؟ أكيد الفشل يعني فيه فشل حقيقي وفشل مثل ما نقول يعني نتوهم أن يعني هو فشل، ولكن الفشل الحقيقي هو عدم محاولة الإنسان في أنه يحاول الوصول لهدف ول يعني رؤية هو حطها لنفسه، ولكن بطبيعة الإنسان البشرية أنه ملول، فكل ما يحاول المحاولة الأولى والثانية والثالثة يقول خلاص بلغتنا الدارجة نطب الموضوع وخلاص. نطب وخلاص. أيوة. ما يحتاج. ولكن هذا الفشل الحقيقي في عدم قدرتنا على الوعي بأن هذا الفشل قاعد يصنعنا. نعم. لأن كل مرحلة يعني نخفق فيها هذا مش فشل، بالعكس هذا نجاح، لأن أعطانا توعية لأن جانب يعني كبير من الهدف اللي نبغى نوصل له قاعد يعني ينكشف قدامنا. ولكن بطبيعة الإنسان سبحان الله يعني خاف من ان مثلا المحيط ما يشجع، ان مثلا الناس تتكلم عليه، فلذلك هو تلقى دوما أنا الموقف هذا يعني انا في حالات شخصيه لما ادخل في مجال احس اني انا فشلت في شيء ممكن ما قدرت انجح فيه، لكن الخوف يكون من كلام الناس. يعني انت خلاص ما نجحت في المجال او ما قدرت تسوي شيء، الخوف ما من الفشل اللي انت خلاص تعرفت انك ما راح تقدر، لكن تخاف من كلام الناس او الناس اللي راح تتكلم عن هذا الفشل. هي اول خطوات نحو الفشل. صحيح، الاهتمام باراء الناس والاهتمام هذا هو فشل، والخوف من الناس سماع هذا عن الكلام فشل. هذا الفشل الحقيقي في ان نعطي اذننا لناس يعني لازم ان نستشير من ديننا اصلا، استخاره واستشاره وشورى هي امر في الدين وفي الاسلام. صحيح. فالفشل الحقيقي في يعني قدرتنا على ان نعطي اذاننا للناس انها تحطي فيها الاشياء اللي هي تريدها. يمكن انا عندي قدرات ولكن لم يحن الاوان انها تطلع. فمحتاجه مني جهد، صح ولا لا؟ فكل ما يعني تقدمت خطوه هذا شو؟ هذا مش فشل، بالعكس هذا نجاح لي. فبدايه كل يعني نجاح هي
خطوات من الفشل. نعم. خبرينا عن أسباب التي تؤدي للفشل. ذكرتي نقطتين اللي هي سماع كلام أو الخوف من آراء الناس وقلة الثقة بالنفس. أظن ذكرتي قلة الثقة بالنفس أكيد الإنسان، لأن تعرفين يعني إذا ما عندي ثقة في أني أنا اليوم قادر أني أنجز هذا الشيء بشكل مفصل. أيوة بشكل بسيط وسلس. الإنسان سبحان الله بطبيعته قلب المؤمن دليل، يعني إحنا نقول صح ولا لا؟ صحيح. فإذا أنا أصلا عندي الرغبة في أن أقوم بمثلا صناعة هذا الشيء أو مثلا بالإقدام على تحقيق رؤية وهدف معين أنا رسمته لي في الحياة، فبطبيعتي كبشر أني لازم أستشير الناس زين اللي عندها الخبرة في أنها تعطيني النصيحة الصحيحة. صحيح. لكن إذا رحت عند ناس اليوم مثلا ما لهم أصلا خص في الموضوع ولا عندهم يعني معرفة فيه، فلذلك أكيد إن من البداية بنحبط وبفشل، بقول خلاص بسكر على الموضوع. بعدني قبل ما أبتدي أصلاً حتى أني أفكر، مجرد أني ما حطيت هذه الدائرة في يعني من الناس في حياتي في أني أقدم على هالموضوع أو ما أقدم، أنا أصلاً يعني كتبت لهذه الفكرة أو لهذا الهدف أنه فاشل من الأساس، لأني اخترت الناس أو الأشخاص اللي أستمع لهم وأخذ رأيهم في الموضوع اللي أبقى أقدم عليه أشخاص نعم. خاطئين في أنهم يعطوني رأي صحيح في هذا دوما الشيء. دوما أغلب النجاحات العظيمة بدت بفشل وفشل مجموعة متتالي. من اسمه أغلب الاختراعات العظيمة نعم. اللي نحن قاعد نستفيد منها، أغلب الناس الناجحين أغلبية المخترعين نعم. أيضا مجموعة من الإخفاقات إلى أن وصل للنجاح. صحيح. طبعا مجموعة من الإخفاقات نعم. والفشل المتكرر حتى اللي وصلوا إلى ما وصلوا إليه من هذا النجاح فعلا. اللي هم قدروا يحققونه ومنهم من المدارس نعم. وأصبحوا أيضاً مخترعين. عندنا إضاءة الاستوديو اليوم أكبر مثال أديسون لما يعني بعد 1000 يعني محاولة من الإخفاق نعم. والفشل تم اختراع المصباح الكهربائي اللي اليوم نحن كلنا قاعدين نعيش في ظل ما شاء الله يعني التطور والحضارة والتكنولوجيا والكهرباء اللي قاعدين تنير حياتنا يعني من كل الجوانب. صحيح. أستاذة ميثا، في مقولة تقول أن أغلبية الأشخاص صعب أن يفشلون إذا كان يمتلكون أشخاص مؤمنين فيهم نعم. هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ لا صحيح 100%، أأيد هالكلام. الكلام جميل بصراحة. نعم. الكلام جميل جدا. صعب الإنسان يفشل. يفشل أنا بقول لك ليش؟ لأن شوف أنت اخترت الطريقة الصحيحة أو فتحت الباب الصح. مجرد ما اخترت الأشخاص اللي مؤمنين برسالتك برؤيتك بيوصلونك. ليش؟ لأن طبيعتك بشري، فالبشر يعني تيهم منحنيات الحياة مش كلها على رتم واحد صح ولا لا؟ فمحتاج إنه لما بيشوف نفسه إنه مثلاً يعني على حافة إنه ينزل عن المسار بيلقى داعم له محفز. الموتيفيشن اليوم وايد مطلوب لتحقيق هدف معين. صحيح. يعني على مستوى شخصي أو على مستوى مؤسسات كبيرة. صحيح. فمجرد وجود أشخاص داعمين بالكلمة، الكلمة لها تأثير سبحان الله، لذلك يعني من ديننا الكلمة الطيبة صدق عن الإنسان. صحيح. فسبحان الله إذا لقيت أنا حافز يعني وداعم لي وتوفيق من رب العالمين أختار أشخاص يعني محيطين فيني في دائرة حياتي يكونون إيجابيين في الفكر والتحفيز. صحيح. فأنا أكيد بنجح، ما في مجال للإخفاق عندي. فلا. صحيح. دوما في ناس يبررون فشلهم على أساس يقول لك أنا ما بحاول مرة ثانية، وتبرير الفشل هذا راح يخليه يرتاح. شو رأيك أنت في تبرير؟ لا هذا خاطئ. ليش؟ لأنه هو ياخذ هذا هاي التبريرات شماعة إذا بنتكلم فيها وبيعلق عليها أعذار، ولكن أعذار واهية. يمكن اليوم نقدر يعني نحط عذر انزين بينا يعني مع تسارع الوقت اللي نحن فيه أوقات ما نقدر حتى يعني نواكب الأعذار اللي نحن أصلا بنختلقها. يعني مجبورين أن شو الحياة تجبرنا مع تسارع الحياة وتطورها أن نكون يعني ناس متسارعين معاها أيضا في الفكر، وأن ما نرضى بالفشل. لأن اللي يريد يكون يعني ماشي مع الحياة المفروض ما يكون إنسان صحيح. ياخذ الشماعة ويعلق عليها يعني أسباب واهية ويقول خلاص يعني ما أقدر، يا يحطي الناس عذر يا يحطي مثلا هو يعني ما عنده رغبة. يمكن الرغبة مهمة، لأن مجرد ما كانت الرغبة متقدة والشغف في الشيء اللي الإنسان قاعد يؤمن فيه أنه بيوصل له بيوصل. إذا ما كانت الرغبة هي من أسباب الفشل، أنك عدم قدرتك على إيجاد شغف في داخلك والتزام مع ذاتك في أني أنا قادر أني أحقق. نعم. النجاح نحن نصنعه ونحن نخلقه. نعم. بعد طبعا شو
التوكل على الله سبحانه أكيد. وتعالى أكيد. ويعني شحذ الهمم دائما أقول يعني أكيد. شحذ الهمم من الأسباب أن الإنسان يمكن أوقات في ناس مثلا تحضرني الآن يحضرني موقف في ناس ما تلقى أوقات يعني في محيطها حد يحفزها نعم. ولكن عند إيمان قوي وقناعة داخلية أني أنا بوصل لشيء أنا رسمته لنفسي فما إرادة. علي يعني محصن نفسه من المحيط الخارجي اللي هو عايش معاه وقاعد يشتغل يعني بجد واجتهاد والتزام والشغف مجرد ما وجد الشغف أنا أعتبر هذا الشغف يعني سلاح فتاك في يعني وقوة جبارة في إيقاد وشحذ نعم. الهمم عند الإنسان حتى يصنع أي شيء هو يريده وأحيانا أستاذ يصير الاثنين يعني يصير يعني في بيئة داخلية مثلا في بيته ولا شيء يكون في ناس يعطون الحافز يعطون القوة أنت تقدر توصل للمرحلة الفلانية يروح لمكان ثاني يشوف العكس يشوف لا أنت ما تقدر فالحافز الأول اللي يأخذه من البيت يأخذه من الناس اللي يحبونه تعطيه القوة والطاقة أنه يقدر يوصل للشيء اللي يبغي يوصله أو صحيح. الهدف اللي يبغي يوصله مهما كانت التحديات والصعوبات نعم. اللي قدامه لذلك على الإنسان أنه يعني ما يحطي مثل ما قلنا نفسه يكون عنده هني في هالجانب أو في هاي الرؤية تحضرني ثقة الإنسان بنفسه ألقى حافز وألقى محبط أنا كإنسان لي رأي الله عطاني عقل أفكر فيه فأشوف أنا وين هل أنجرف نحو الكلام السلبي ولا خلاص فعلا أنا عندي الممكنات اللي يعني على أساسها أني قادرة أني أوصل للهدف اللي أنا رسمته نعم. لنفسي وأحققه الإنسان لازم يعني هو طبيب نفسه فعارف نعم. في داخله هل أنا قادر ولا لا ما علي من من شو اسمها يعني الأفكار السلبية اللي بتجيني من الناس أو أشخاص يعني سلبيين نعم. علي بالجانب الإيجابي والجانب الإيجابي أيضا يخليني شو أني فعلا أركز على نفسي نعم. هل عندي القدرة والممكنات ولا لا لأن في ناس نعم. ما تكون عندها ممكنات ولكن عندها الشغف أنها توصل للشيء هذا فتروح تدور على الممكنات حتى بالدراسة تدرسها يحضرني على هذا مثال اللي هو رئيس أمريكا اللي كان يعني عنده شغف في أنه يوصل للرئاسة وما عنده الممكنات فراح درس السياسة في الأخير ونجح وكان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تابعت أحدى الفيديوهات التحفيزية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن بنت ما كان عندها ولا أي تحفيز ولا داعم ولا أي شخص دوم اللي حولها يحبطونها أصبح عندها تحدي أن أنا بوصل أنا بكون شيء مهم جدا في المجتمع لين ما وصلت في بعض الأحيان ممكن الكلمات المحبطة تولد إرادة عند نعم. الشخص إرادة وقوة حدثينا عن هذيل الأشخاص لأن فعلا ممكن من الأشخاص المحفزين يكون عندهم داعم هذيل من الطبيعي إنه ينجحون ولكن الشخص اللي يتحدى واللي يقول عنده إرادة واللي هو واقف بروحه ينطفي الشغف ويرجع يشغله ويرجع ينوره علشان يبدأ طريقه شو هاي الأشخاص أنا أعتبرهم أذكياء ما شاء الله أذكياء في إنهم عرفوا كيف يولدون من يعني بيئة قاحلة إنزين ما تعترف بالإبداع ولا تعترف بأهمية وجود الإنسان أصلاً ويكونون من يعني هالأشياء من ولا شيء سبحان الله صحيح. بناء على الموارد المتاحة في بيئتهم إنزين إنهم يكون عندهم يولدون الشغف من ولا شيء إلى أن يصلوا للهدف اللي هم يعني طامحين له فهاي لا تلقينهم يعني موجودين ولكن بقلة أنك أنت يعني تكون مؤمن بقدرتك على يعني الوصول لهدف أنت رسمته لنفسك نعم. رغم وجود يعني كل الأشياء والشواهد اللي تقول لك أنت ما بتوصل بالرغم ولكن من الرغبات المحبطة نعم اللي الإيمان القوي عندهم قناعة داخلية وأساس صحيح. صحيح في أني أنا قادر لأن تعرفين يعني الإنسان عنده قوة جبارة إذا استخدمها هي قوة الإيمان فنحن يعني نختلف أيضا عن سبحان الله يمكن الناس الآخرين أن إيماننا قوي بوجود الله سبحانه وتعالى صحيح. وأن كل شيء مسبب له من رب العالمين صحيح. فمجرد ما أنا عقدت النية خلاص يعني واتكلت على رب العالمين وأخذت بالأسباب وتوكلت وانطلقت لأن مثل ما يقال النوايا مطايا وين ما أنا بروح بودي يعني بجدي مطيتي بتروح بتوديني صحيح. فعلا في مثل هذه القصة كثير من قصص مروا مشاهدين الكرام أستاذة ميثا اللي هي يحضرني رئيس شركة أرامكو لما كان عامل وطرد وغيرها من القصص
المشرفة نعم للنجاح. المشرفة صحيح. للنجاح هي بدأت بفشل أو بدأت بأنهم صغروا حجم الشخص هذا لا رجع وقوى من نفسه لين وصل حتى كنتاكي اللي عرض وجبتها في أكثر من ولاية في أكثر من مطعم لكن كلها رفضت 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 لأن فتح لها كشك ونجح. هذا النجاحات دوما تأتي من الفشل فالحمد لله رب العالمين. احنا عندنا ما بنقول يعني بناخذ شو اسمه بنقول يعني أسباب للفشل ولكن بناخذها اليوم من جانب إيجابي على شيء في دولة الإمارات لما يعني قام الاتحاد والمؤسسين الاتحاد رحمة الله عليهم الشيخ زايد والشيخ راشد وإخوانه حكام الإمارات واجهوا صعوبة في أن قيام أو شيء قيام الاتحاد وشيء ثاني في تحضرني يعني القصة اللي هي عن شو اسمه الصحراء عندنا نعم. أنها ما تنبت أي شيء ولكن اليوم نحن قاعدين نصدر للعالم يعني التحديات كانت كثيرة حتى ولكن في قصة المغفور لله نعم. تعالى الشيخ والشيخ راشد الله يرحمه بخصوص الحوض الجاف نعم. قالوا له هاي له يعني مسارات ولكن فعلا. كانت عنده استشراف للمستقبل كبير قصصهم قصص مشرفة مثل شركة من البيئة المحيطة عندنا أيضا نتعلم منهم ومنها جبل علي نتعلم منهم. شكرا لك أستاذة ميثا الكعبي مستشارة ومدربة في تطوير الذات شكرا لك نورتينا الله يسلمكم وشكرا لكم وسعيدة بوجودي معاكم ختامها اليوم كان مسك تسلمين الله يسعدكم.